بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مشاهدينا وحلقه جديده وكلام جديد ان شاء الله من كلام هوانم. الحقيقه ان احنا امبارح طبعا اتكلمنا كتير جدا عن اول يوم في الثانويه العامه، وشفنا مع بعض حاجات كتير من اجراءات احترازيه ومن دخول الطلاب والكشف عليهم قبل الدخول، واتكلمنا عن حاجات تخصهم بشكل كبير. كمان يمكن نوهنا عن صور كانت نازله على السوشيال ميديا بخصوص انه اولياء الامور كانت رايحه مع اولادها، وشفنا طبعا تجمعات، واتكلمنا عن انها يعني ما ينفعش انه نعمل ده في الوقت اللي احنا فيه ده، حتى لو كانت الناس بتعمل كده قبل كده. لكن كمان على اخر اليوم بقى وبدات الصور كلها تنزل والفيديوهات تنتشر على السوشيال ميديا، ولقينا انه فعلا كان في اكتر من اماكن اكتر من مكان موجود في التجمعات دي، واحنا طبعا يمكن شايفين الصور مع بعض على الشاشه. يعني قد ايه الناس كانت موجوده، قد ايه الناس كانت متواجده بشكل كبير بكثافه. مش عارفه بقى هل هم مش خايفين على نفسهم، مش خايفين على اولادهم. انا شفت يمكن كمان ناس منهم كانت شايله اطفال صغيره على كتفها ونازله بيها. يعني بجد الموضوع صعب جدا، صعب ان احنا نتخيل ونتصور ان الناس يعني تستهتر بالشكل ده وتنزل وتقف قدام اللجان لمجرد انها قلقانه على ابنها او بنتها اللي جوه اللجنه. طب احنا بالنزول ده بنعمل ايه؟ يعني ايه الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، او ايه اللي احنا استفدناه من نزولنا ووقفنا قدام اللجان؟ اكيد شفنا قبل كده يعني في الفترات العادية ان كان في ناس بتعمل ده، وكنا اصلا بنقول ملوش لازمة، ده بيبقى توتر زيادة على الطالب واحساسه ان هو سايب مامته واقفة بره طول الوقت، او احساسها ان والدتها واقفة مستنياها، ده اكيد برضو بيسبب توتر زيادة عليهم، غير انه مفيش اي حاجة ممكن تقدموها لاولادكم وهم جوه اللجان. كمان فكرة يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي والظرف وجائحة كورونا اللي منتشرة حوالين العالم كله، وقد ايه الاجراءات اللي بتتاخد مكلفة وصعبة، وتنفيذها اصلا جديد على الطالب ان هو يدخل بكمامة وان هو يعقم نفسه وان هو قلقان من الامتحان بجانب قلقه من انه لا قدر الله يتعرض لاي حاجة. فكل ده ضغط زيادة بشكل كبير جدا على الطلبة اللي هم في النهاية ولادنا اللي احنا خايفين عليهم ونازلين علشان خاطر احنا خايفين عليهم. اعتقد انه ما فيش اي حاجة خالص كانت تدينا سبب واحد ان احنا ننزل نعمل ده ونتجمع بالشكل ده. يعني قلت قبل كده او امبارح اتكلمت تحديدا على انه في كتير جدا من الظروف اللي بنسمعها بيمر بيها الطالب قبل ما يدخل الامتحان في الحياة العادية. فيعني الضغط بيولد ساعات حاجات مختلفة من جوانا بنكتشفها في وقت الازمات. فمش معقول ان احنا يبقى عندنا كمان ضغط الامتحان والتوتر بتاعه وضغط الاجراءات زي ما بقول، وبعدين ضغط كمان من الاهالي. فكل ده كتير، يا ريت نراعي ظروف اولادنا بشكل كبير، ظروف البلد اللي ممكن تاثر علينا بعد كده. وزي ما انتم بقيتوا عارفين خلاص، او كلنا بقينا عارفين انه لو حصل لا قدر الله اي اصابه هي ما بتبانش في وقتها، بتقعد على الاقل اسبوع علشان تبان. فكل اللي حصل ده لسه اجراءاته او التداعيات بتاعته مش هتبان النهارده ولا بكره، دي بتبان بعد اسبوع. فيعني نتمنى ان ما نشوفش المنظر ده تاني قدام المدارس في الامتحانات اللي باقيه. احنا لسه كان اول يوم امبارح ولسه عندنا امتحانات تانيه، وعندنا وقت علشان وقت مش قليل لسه هيروحوا ويمتحنوا فيه. فياريت نراعي ده بشكل كبير ونحاول نوفر لاولادنا يعني نوع من انواع ان احنا نطمنهم اكتر، مش نقلقهم اكتر او نديهم توتر اكتر ونسبب كمان مشاكل كبيره جدا سواء لينا او ليهم او للناس اللي حوالينا. طبعا يعني احنا شفنا كمان تعليقات من سيادة الوزير امبارح في احدى البرامج، وانه قال انه بعد كده الشرطة هتبتدي تتعامل. فيعني احنا مش محتاجين ان احنا نقول ان الشرطة هتتعامل، طبعا الشرطة احنا بنشوفها في حاجات كتير جدا قامت بأدوار مختلفة يمكن ما كانتش هي دورها، لكنها بتحاول تساعد طبعا بشكل كبير البلد في الوقت ده. وشفنا من ايام الحظر انه الناس بتنزل، الشرطة بتنزل تكلمهم بالميكروفونات وتخاطبهم وكل الكلام ده. فمش معقول كمان اولياء الامور اللي هم مفروض على قدر كبير من الوعي انه نستنى لما الشرطة هي اللي تنزل تقول لهم، او ندخل في مشكلة انه يبقى فيه بقى بعد كده يعني الناس تضطر ان هي تقبض عليهم او تاخدهم علشان خاطر ما يحصلش التجمعات دي او تفض التجمعات. يعني ما اعتقدش ان احنا مضطرين نوصل للمرحلة دي. معانا طبعا نائبة أمنة نصير، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك وبالمشاهد الكريم. يعني شايفة المشهد ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل الدعاء لأولادنا بالنجاح وبالتوفيق وبالسداد، وكل الدعوة للأسر
الأسر التي خلى منها النضج والمسؤولية أنها تتعامل مع أولادها الذين صاروا رجالا. الولد اللي في الثانوية دلوقتي صار رجلا مسؤولا. صحيح. يعني كيف يذهب الأسرة لأفرادها المختلفة مع هذا الشاب أو مع هذا الرجل لأداء الامتحان، وتسبب ارتباك له أمام اللجنة، وتسبب ارتباك للشارع للناس الذين يستخدمون الشارع. أرجو من أسرنا العزيزة أن تكون أكثر نضجا وأكثر مسؤولية. صحيح. وأكثر إحساسا بالواقع الذي نعيشه لا يحتمل مثل هذه التصرفات الصغيرة. أنا الحقيقة بضبط لساني إن أنا لا أؤذي مشاعر أحد. دي تصرفات ربما تصاحب الطالب ولا الطالبة اللي في الابتدائي، يعني اللي يخشوا عليهم الضياع من اللجنة. لكن أنت تذهبي مع ابنك أو مع بنتك، ماذا تنتظري من دورك إلا أنه كله شائك وكله مشاكل؟ أسرنا الحبيبة يعني كونوا أكثر عقلا وأكثر نضجا. وإيه الفايدة؟ إيه الفايدة اللي رجع؟ بالمسؤولية. يعني ما فيش أي استفادة من الموقف ده، من إن أنزل وأقف قدام اللجنة. عيب والله، ده إهمال المسؤولية في الشخصية المصرية. أنا بحس لها بمرارة كبيرة جدا. لابد أن نستشعر بالمسؤولية وبأن الحياة ليست تلقى على عواهنها كما تحب وكما تري. عيب عيب يا شعب مصر. وبعدين الطلبة يا سلالة الحضارات، أتعجب عندما أرى أم أو أب أو أخ يذهب مع الطالب إلى اللجنة. لماذا؟ لماذا؟ مش عارفة إيه السبب الحقيقي. أتمنى لكل من يذهب إلى اللجنة يرد علي إجابة شافية. لماذا تذهب؟ ده غير إن هما لو خايفين على الطلبة من الإصابة فهم أصلا ممكن يكونوا سبب للإصابة بالتجمعات دي. مفيش أي كمامات، مفيش، واقفين قدام بعض. التجمع ده والمصاحبة الغير بالزبط. كريمة، هذه صحبة غير كريمة. اتركي ابنك وبنتك. انه الانسان قبل الامتحان بيبقى فيه حاله من الحوار النفسي لنفسه. صح. اتركوا اولادكم للحوارات العلميه في لاولادنا قبل دخول اللجنه، الحوارات الصامته. هذه مهمه جدا اذا خلى المناخ والجو من هذه الصحبه الغير كريمه. هذه صحبه انا اعتبرها فيها اهانه لاولادنا. وبعدين علشان كمان يبقى كله زي بعضه، يعني الناس اللي راحت من غير اولياء، من غير اولياء الامور دي تبقى حاسه بايه بقى؟ ان هل اولياء الامور اللي في البيت دول ما جوش مثلا معايا، هم مش خايفين عليا؟ انا بعتبر هذه الصحبه امر مشين. صحيح. امر مشين لمن يصاحبه ولمن يصطحبه. عيب عيب، يعني اتحملوا المسؤوليه قليلا يا شعب مصر. نحن في حاله طوارئ في كل شيء. فأرجوكم كونوا عقلاء وابتعدوا عن صحبة الأبناء والبنات ابتعادا كاملا. ده عار علينا والله، عار على أسرنا الكريمة أنها تصطحب الطالب ولا الطالبة. لماذا؟ هل هو طفل؟ هل هو قاصر؟ يعني عيب والله عيب. لابد أن نتعلم أن نعقل السلوك الذي نسلكه. صحيح. ومن ضمن برضو الحاجات اللي عايزين نتكلم، يعني نوجه كلمة للطلبة نفسهم كمان، أنه بعد الامتحان ما فيش أي داعي للتجمعات، لأن شفنا صورة برضو انتشرت هل هي صحيحة أو لأ، لكنها كانت موجودة مبارح، أنه الطلبة بعد الامتحان كانوا متجمعين بيحتفلوا أن الامتحان كان سهل، أو أن هم خلصوا امتحان مثلا مادة منه. يعني ما فيش أي وقت للكلام ده خالص الأيام دي. لا يعني ما هو برضه الابن والبنت دي، ما نتاج هذه الاسره اللي بتصاحبهم لجنه الامتحانات. الا وهو في جملته غياب النضج. صحيح. النضج الانساني لدى الطالب ولدى الام ولدى الاب عيب عيب والله. ارجوكم ان تتوقفوا تماما. الطالب ينتهي من لجنته يذهب فورا الى بيته يفكر في الماده التي تليها. الاسره ان ترى ما في بيتها. الاب يذهب لعمله.
أما هذه الفوضى المجتمعية التي تهيننا وتعطي صورة عنا مزرية، هذه صورة مزرية، أرجوكم ابتعدوا عنها. طيب وكمان آخر حاجة يا دكتور، يعني عايزين من حضرتك كلمة كمان للي يقال إن هو بيسرب الامتحانات أو إن هو يعني في تسريب للامتحانات، وإذا كان ده ما حصلش أصلا واتنفى امبارح، لكن برضو ده تشتيت، ده ولن يحدث تشتيت الأفكار. عيب مثل هذه الإشاعات ومثل هذه الأقوال المرسلة بلا مسؤولية وبلا ضمير، أرجو أن تتوقف تماما، وأعين الدولة على البلاء اللي هي فيه، وأنها توفر لكم الإمكانيات الصحة وإمكانيات المكان وإمكانيات صحيح. الأمن والأمان، أرجوكم وبلاشنا نجرف وراء أي حاجة زي كده، سواء مثلا أولياء أمور تشتري امتحانات أو الكلام ده كله، ما يعني ما ينفعش خالص في الفترة اللي احنا فيها دي ولا في غيرها. أرجو أن نتوقف تماما، وأرجو أنتم في الإعلام كرروا هذه الدعوة لو سمحت، أدت أن يتوقف الجميع وأن يغلق اللسان، وأن لا نتكلم إلا بالكلام الذي له أصول، الكلام المحترم صحيح. وليس أن احنا في كل لحظة لعن لنا نتكلم به، هو ده من بلاوي السوشيال ميديا، إن احنا تعلمنا نطرطق في الكلام بلا معنى وبلا تحقيق وبلا تحقق وبلا صدق وبلا مسؤولية. الكلمة يا أهل مصر، الكلمة دي مسؤولية عظيمة عند الله، دنيا وآخرة والله. صحيح، بشكر حضرتك دكتورة أمنة. اهتموا بقيمة الكلمة، بأن الكلمة أمانة، سنحاسب أمام الله لأمانة هذه الكلمة. صحيح، بشكر حضرتك يا دكتورة. دكتورة أمنة النصير عضو مجلس النواب، نورتينا في كلام هوانم، واعتقد انه رساله واضحه لكل الناس، يعني ما تخلوش حد كمان يضحك عليكم او يقول لكم انه في تسريب للامتحانات او نبيع الاجابات او الكلام ده كله او نبيع الامتحان، يعني كل ده كلام ملوش اي صحه. فيعني خلينا كده نحاول نعدي الفتره دي على خير باذن الله، وبنتمنى طبعا ان الناس يكون عندها ضمير بشكل كبير، وزي ما الدكتور امنه قالت الكلمه مهمه جدا، وهنتحاسب على كل حاجة بنقولها أو بنعملها. فيعني ياريت ناخد بالنا، أعتقد أن الموت حوالينا في كل مكان، يعني أكيد ده الوقت اللي ممكن الناس تفوق وتتعظ فيه وما تعملش حاجة، حتى لو كانت هي بتعمل حاجة غلط ترجع عن اللي بتعمله وتتقي الله يعني بشكل كبير في الفترة اللي احنا فيها دي، مهم جدا. من الحاجات كمان المهمة جدا واللي اتكلمنا يمكن عنها في فترة وسألنا دكاترة، هل الأدوية اللي نقصت في الصيدليات دي هترجع تاني؟ هل في وقت أنها ترجع فيه؟ طبعا نلاقي الدواء اللي احنا بندور عليه. طبعا اتكلمنا اكتر كمان على رفع المناعة بالاكل اكتر وبالعناصر الغذائية، يعني ده شيء مهم جدا جدا، لكن كمان الاطمئنان وان الناس تلاقي برضو الفيتامين اللي بتحتاجه او المسكن اللي هي بتسمع عنه ان هو مهم او ضروري في الوقت اللي ممكن يحصل فيه لا قدر الله اي اصابة او اي عدوى. فمن الاخبار المهمة انه تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. يعني اتأمن وجود الأدوية في الفترة من 8 ل 17 6 اللي فات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره طبعا من الأمراض، مطمئنا المصريين بأن الحكومة تعمل على توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وبالتالي لا داعي لتخزين الأدوية على الإطلاق. طبعا ده نداء مهم جدا، أنه ما فيش أي داعي أن احنا نخزن أدوية، نخزن منتجات أو سلع غذائية أو أي حاجة من الحاجات دي طالما هي موجودة ومتوفرة. كمان يعني من الحاجات اللي احنا شفناها في التقرير أنه أشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية في مستهل تقريره للهيئة أن الهيئة قامت بتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكول العزل المنزلي لفيروس كورونا، لافتة أن الكميات التي تم توريدها للسوق المحلي في الفترة المذكورة تم ضخها من الشركات المنتجة وفي مختلف مراحل التوزيع حاليا، والتي وصلت إلى 982,568 عبوة زيثروميسين أقراص و474,401 زجاجة شراب من نفس النوع،
و2,800,781 عبوة باراسيتامول أقراص. وده أكدنا قبل كده أنه أي منتج داخل فيه الباراسيتامول هو بيستخدم نفس الاستخدام، مش محتاجين المنتج اللي احنا يمكن سمعنا أنه هو ناقص اللي هو البنادول. كمان معانا أو من ضمن الأرقام اللي اتضخت هي 650,000 زجاجة باراسيتامول شراب، و1,008,700 شريط زنك أقراص، و1,228,442 عبوة فيتامين سي أقراص، و95,000 عبوة فيتامين سي وزنك أقراص برضو. معانا على الهاتف دكتور علي عوف، رئيس غرفة الدواء بالغرفة التجارية، أهلا بحضرتك. يعني صحة ما نشر طبعا، وانه كل الاعداد دي ضخت الى الصيدليات في الفترة من تقريبا 8 يونيو ل 17 يونيو 2020. تمام يا فندم. هو طبعا كان في فترة الناس تكلبت على يعني المكملات الخاصة بالمناعة، الفيتامين سي ودي والفيتامين والزنك وكده كمعادن، وفي نفس الوقت لانه مع زياده الحالات حصل نوع من الهلع وبدات الناس تتكلم ان هي تاخد، وفي ناس كانت بتاخد بانها بتخزن لو في حصل او كده، وده طبعا اثر على الـ 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 الكميات الموجوده في الاسواق. وطبعا بدا الاعلام ينقل صوره الناس، فبدات هنا مؤسسات الدوله بكامل هياتها سواء مؤسسه الرئاسه او الحكومه رئيس الوزراء ووزاره الصحه وهيئه الدواء ان هم يهتموا بهذا بالقصه. وكان تم ضخ الكميات اللي تم الاعلان عنها من مجلس الوزراء اللي حضرتك ذكرتيها دي نزلت في السوق، بس طبعا وانت بتوزعي بتطلعي من المصانع وتدي للموزعين والموزعين تدي للصيدليات، الدوره دي بتاخد مثلا اسبوعين ثلاثه بحيث ان هي الناس تبدا تحس بوجود الحاجات دي. اهم ما في القصه مش ان احنا نضخ الكميات، لان انا لو ضخيت 10 اضعاف الكميات دي الحاجه المهمه ان الناس ما تاخدش وتخزن البتاع علشان المحتاج يلاقي الحاجه بتاعته. صحيح، ما ناخدش ونخزن يعني، هي دي النقطه يعني. بس ده يعني هيتنظم ازاي؟ يعني طبعا احنا بنقول للناس كل شويه انه الحاجه موجوده ويا ريت ما ناخدش ونخزن عندنا عشان ما نعملش تاثير على المخزون الموجود او اللي موجود في الصيدليات، بس برضو محتاجه تنظيم. تمام، بصي حضرتك النظام اللي هطار هيئه الدواء علشان توزيع هذه الحاجات، اول حاجه انها لن يضخ علبه دواء الا جوه الموزعين المعتمدين الرسمي من وزارة الصحة، خلاص؟ رقم اثنين لن يتم توزيع علبة من هذه الأدوية إلا بتوزيع عادل على جميع الصيدليات على مستوى مصر. الحاجة الثالثة بيروح بيان يومي من الموزعين لإدارة التفتيش الصيدلي، الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، يومي بأسماء الصيدليات بعناوينها بتليفوناتها بالكميات اللي خدوها. لو حصل تجاوز في احدى الصيدليات وتم التكرير اكثر من مره او اخذت كميه اكبر من المفروض تاخدها، بينزل لها تفتيش الصيدلي ويشوف الفواتير ويتاكد ان التوزيع توزيع مظبوط، مفيش اي تلاعب، مفيش اي سوء استخدام لل. طب ليه الناس مش حاسه لحد دلوقتي بوجود الحاجه في الصيدليه مع انها موجوده من يعني نص الشهر تقريبا؟ ما هو انت حضرتك عقبال لما توصل لكل الصيدليات بتاخد دورة. القصة ان انت ايه يعني دورة عقبال لما الصيدلي يطلب توصل الموزع والصيدلي يطلب وتتقسم الكوتا، كل صيدلية تاخد حصة، وبعد كده يبدأ الصيدلي يطلع، وبعد كده لما الصيدلي يطلع بيحصل عليه هجوم الكمية اللي موجودة عنده الصيدلي هيديها لمين ولا لمين، فبتخلص بسرعة وبتجيله تاني من الموزع. فالدورة نفسها هتبدأ الناس تحس تباعا في خلال اسبوع بكتير، وهتلاقي الناس بدات تحس فيها. ولكن تاني بنؤكد انه لا، وعلى فكره كمان اسبوع ولا 10 ايام الكميات اللي حضرتك قلتيها دي اضربيها في اربعه هتتضاعف، يعني اربع مرات نازله السوق، نازله السوق تاني. طب كويس، يعني ده برضه علشان نطمن الناس انها فمش عايز الناس تقلق، لان كده كده
بعد اسبوع 10 ايام في كميه ثانيه بتاريخ جديد نازله زي الفل يعني. حلو قوي، علشان بس الناس برضو ما يعني زي ما حضرتك قلت، على اول ما هيوصل للناس خبر ان هي موجوده في الصيدليه هتلاقي الناس بتجري عليها. دخيتي 1,300,000 علبة فيتامين سي، تمام؟ عارفة اللي نازل كام؟ 7 مليون. حضرتك بتتكلمي على الباراستامول 2,800,000 تقريبا. عارفة نازل قد ايه باراستامول؟ 45 مليون. يعني نص الشعب المصري هياخد باراستامول. ايوه. فهي خلاص يعني احنا شوف الكميات أربع أضعاف اللي كان أنتج دلوقتي، فالناس ما تستعجلش. ما تستعجلش وما تقلقش. هتلاقي الدنيا هتلاقي الدنيا في خلال أسبوع 10 أيام كل حاجة موجودة. ونتمنى إن ما حدش يا رب يحتاج، يعني إحنا مش يعني بنتمنى إن ما حدش يحتاج أدوية، لكن برضو يعني علشان نطمن المشاهدين يا رب بتعدي على خير بإذن الله. شكرا دكتور علي عوف رئيس غرفة الدواء بالغرفة التجارية، مهم جدا إن إحنا نبقى مطمنين أكتر زي ما قلت لحضراتكم، إنه التوتر والقلق بيزود